ازيكم يا باشمهندسين؟ قبل ما نبدأ بس الصوت والصورة واضحين؟ تمام يا باشمهندس. طيب النهاردة هنبتدي لاب 5، اللاب مينلي على الابستراكت كلاسز والانترفيس. باشمهندس، هو درجات الميد تيرم هتنزل امتى؟ قريب، انا قربت اخلص تصحيح، خلاص اروح الباشمهندسين اللي معايا ان شاء الله، هوبفول يعني على الاسبوع الجاي تتعلم. تمام، شكرا. وبعد اللاب ده هنزل المودل انسر بالميد تيرم. طيب نيجي نتكلم على الابستراكت كلاسز. الابستراكت كلاس هو سوبر كلاس، ملوش اي معنى ان هو اكزيست اون اتس اون، بمعنى ان انا ما ينفعش اقول ان انا يبقى عندي ابستراكت كلاس اقدر ان انا انستنشيت اوبجكت منه وهو ده يكون قائم بذاته. بيقولك ايه، ان انت it would be more realistic ان انا ادكلير الكلاس اللي هو ما ينفعش ان هو exist on its own او stand alone كده لوحده، او ان انا اقدر ان انا create objects منه، ملوش معنى ان انا اعمل objects منه. فالحل ان انا اعمل له او احط فيه keyword اسمها abstract، وكل الكلاسز اللي هتextend منه او هتinherit منه هي دي اللي بتcreate منها objects. طيب اقرب مثال على ده ايه؟ احنا اتكلمنا في اللابس اللي فاتت على اكزامبل الكار. قلنا ايه؟ ان انا عندي كلاس public، او ان انا اديله الديفولت اكسس موديفاير public class car، وقلت ان كلاس الكار ده انا ممكن يبقى عندي فيه اتريبيوت اسمه string name و double ال price. طيب ورجعت قلت فيه ان انا عندي انواع العربيات ممكن تاكستند الكار، او انا هتعامل على بقيه انواع الكار انها الانواع بتاعت الكارز انها كار. طيب دلوقتي انا عندي كلاس مثلا اسمه هيونداي، هياخد نفس الاتريبيوتس بتاعت الكار وكل الفانكشناليتيز اللي فيه، فهو هيكستنس الكار. طيب هاجي انا في المين، انا هكتبها دامي كده كود، المفروض بنفس السيجنتشر بتاعت الجافا. طيب قلنا ان مفيش معنى ان انا اعمل كده، كار سي ايكوال نيو كار. ليه؟ لان انا بتعامل في الاخر ان كل العربيات هي يا هيونداي اي نوع تاني بيكستند من الكار. طيب عشان امنع حاجه زي كده او امنع الانستانشيشن بتاع البيرنت كلاس، هضيف له كي وورد اسمها ابستراكت. طيب ابستراكت دي بتعمل ايه؟ ابستراكت بتخلي ان انا لما هاجي في المين انستانشيت الاوبجكت بالمنظر ده هيديني كومبايليشن ايرور. ليه؟ ان انا couldn't instantiate abstract class. ممكن اقدر اعمل كده، يعني خلينا نكتب على دي انها error، بس ممكن اعمل كده c1 مثلا equal new Hyundai، وكده هو واخد ريفرنس من مين؟ from Hyundai class. طيب لغاية كده الدنيا واضحة؟ مش مهندسين عشان اقدر. طيب دلوقتي الابستراكت كلاس ايه الكاركترستكس اللي بتبقى فيه؟ الابستراكت كلاس انا ممكن اعرف اتريبيوتس بالمنظر ده عادي خالص. طيب وممكن اعرف ميثودز زي ان انا اوبريت، يعني نكتبها بالسيجنتشر بقى كامله، بابليك فويد اوبريت، وزي مثلا فيها جملت سيستم اوت اوت دوت برينتلين
operating او اي implementation. المهم ان فيها implementation. شكل الميثود بالمنظر ده اسمه كونكريت. نخلي بالنا بس من المصطلحات. كونكريت عشان كده الجمله دي لما جت في الميد تيرم قلت لكم ان انتوا ولا تعملوا كانها كانكم شايفينها. كونكريت نفس مبدا الكلاسز والفانكشنز اللي احنا كنا بنكتبها قبل كده. كونكريت ميثودز يعني هاف امبلمنتيشن. طيب ممكن يبقى في عندي ميثودز ثانيه ملهاش امبلمنتيشن زي ايه مثلا؟ method void function 1 مثلا او اي اسم function تاني اكتبها بالمنظر ده. عشان اكتب method بالمنظر ده لازم ان انا declareها انها abstract. ليه؟ ال function دي انا كده بقول has no implementation in the parent class أو الـ abstract. إيه معنى اللي أنا قلته ده؟ دلوقتي أنا عندي function 1 دي ملهاش implementation. أنا عايز أقول إن أنا class of car هيبقى عنده function 1 وأنا مش عايز أبروفايد الـ implementation ده دلوقتي. أنا الـ implementation هيبقى على حسب كل subclass أو كل child class اللي هو الـ Hyundai أو أي class هيextend الـ car. بس انا هنا عملت ايه؟ انا هنا حددت السيجنتشر بتاعتها. السيجنتشر بتاعتها بمعنى ان انا هيبقى عندي فانكشن 1 دي ما بترجعش حاجه وما بتاخدش ارجمنت، ولو بتاخد ارجمنت برضه هحددهم هنا. زي مثلا كانت بتاخد دبل فاريبل 1 مثلا، هي كل الكلاسز اللي هت اوفررايد الميثود دي او هت بروفايد لها الامبلمنتيشن في السب كلاسز لازم هتلتزم بالسيجنتشر دي. فانا هنا هاجي في كلاس هيونداي، ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا public void function 1 double variable 1 هيبروفايد لها الامبلمنتيشن هنا. دي كده أول حاجة إن أنا عندي الـ abstract class ممكن إن أنا أكتب فيه function abstract. طيب هل الـ class الـ abstract class لازم يكونتين abstract functions؟ لا. يعني أنا الـ abstract class ده ممكن يكونتين abstract methods بالمنظر ده أو concrete methods بالمنظر ده أو concrete methods بس أو abstract methods بس. طيب هل العكس بقى؟ اقدر ان انا اعرف abstract methods جوه concrete class؟ لا. يعني انا لو جيت هنا كتبت public abstract void function 1 من غير ما اكون حاطه abstract في التعريف بتاع الكلاس او السيجنتشر بتاعت الكلاس هيديني compilation error ان انا ما اقدرش اعرف abstract functions جوه concrete classes. الكلام لغايه كده واضح؟ تمام. طيب حاجة تانية، الـ abstract classes أنا ممكن إن أنا أعرف فيها attributes أو ما أعرفش فيها attributes على حسب، على حسب الـ design بتاعي طالب إيه، فدي optional. لسه هنشوف قدام في الانترفيسز إن أنا ما ينفعش أعرف غير constants بس. طيب نرجع تاني للسلايدز نكمل بقية الـ properties بتاعت الـ abstract classes. طيب فهنا نفس الكلام بيقول لي إن هو الـ example للـ class ده إن أنا for sure عارف ان كل الـ children لازم يوفررايدوا واحدة من الميثودز بتاعته أو كل الميثودز بتاعته زي الـ child class اللي احنا شفنا الـ example بتاعها دلوقتي. طيب نيجي نشوف بقى الـ rules بتاعت الـ abstract classes. الـ abstract class لازم declared by abstract keyword زي ما شفنا من شوية. طيب و cannot be instantiated، ما ينفعش ان انا اجي اعمل منه object في المين. طيب وينفع يبقى فيه abstract و non-abstract methods اللي هي الـ concrete methods أو ليها implementation. طيب ونفس الكلام اللي احنا قلناه، ممكن يبقى عندي abstract class من غير ما يكون فيه أي abstract methods
وده بيخلينا ان احنا ايه نكريت كلاسز ما ينفعش انها تنشيت بس ممكن تتنهرت، ممكن يحصل لها اكستنشن. طيب وممكن يبقى فيها داتا ممبر زي ما شفنا من شويه، وممكن يبقى فيها فاينل ميثودز. احنا شفنا ان الفاينل كي وورد دي بتتحط على ايه زي ما قلنا في اللابس اللي فاتت، الفاينل كي وورد دي بتتحط على الاتريبيوتس اللي انا عايزاها تبقى كونستانت، فانا بديكلير ان هو ستاتيك فاينل الاتريبيوت او الداتا تايب بتاعه الاتريبيوت ده. فاينل دي ممكن تتحط على الكلاسز، وكده انا بمنع الانستانشيال، بمنع الانهيرتنس منها. او الفاينل ميثودز انها ما ينفعش يحصل لها اوفررايد، تمام؟ فانا ممكن اعرف الفاينل ميثودز جوه الابستراكت كلاسز عادي خالص. فانا كده كل الكلاسز اللي هتنهيرت من الابستراكت كلاس ده مش هتعمل اوفررايد للميثودز دي بالذات. طيب والابستراكت كلاس ممكن يبقى فيه كونستراكتورز عادي جدا زيه زي اي كلاس. ده ليه؟ عشان بس الكونستراكتور تشيننج. لما انا دلوقتي بانفوك التشايلد كلاس، هو ده بيروح على طول ينفذ الكونستراكتور اللي في البيرنت كلاس، بس ما يحصلوش انستانشيشن او فيه يبقى فيه ريفرنس من البيرنت كلاس نفسه. طيب وممكن يبقى فيه ستاتيك ميثودز، يبقى انا كده عندي فاينل او ستاتيك ميثودز او اي نوع من الميثودز عادي سواء كانت كونكريت او ابستراكت كلاس. طيب بيقول لك ايه؟ ان اللي سوى السب كلاس مش ابستراكت يبقى هو لازم يمبلمنت كل الابستراكت ميثودز. طيب لو كان بقى الابستراكت كلاس او سوري السب كلاس ابستراكت، مش لازم يمبلمنت كل الميثودز، ممكن اعرف فيه شويه امبلمنتيشن او ممكن ما اعرفش فيه امبلمنتيشن. بمعنى خلينا نشوف هنا دلوقتي انا جيت عرفت ابستراكت كلاس كار. طيب وهنا انا عرفت ان كلاس هيونداي ده هو كونكريت كلاس. طيب لو انا حطيت كده ابستراكت كلاس هيونداي، انا مش لازم اعمل اوفررايد لفانكشن 1 دي، ممكن اعرف ميثودز تانية public void مثلا function 2، خد نفس السطر مثلا تاني function 3، ودي مثلا هعمل لها implementation بتاعها كده. انا عملت ايه؟ انا خليت ان كلاس هيونداي ده اللي هو بينهرت من كلاس الكار ابستراكت، وما اضطرتش ان انا اعمل اوفررايد او اجيب الامبلمنتيشن بتاع فانكشن 1. بالعكس انا زودت فانكشنز جديده اللي هي فانكشن 2 دي ابستراكت. سوري انا نسيت الكي وورد بتاعت الابستراكت. وايه وزودت فانكشن تانية اسمها فانكشن 3 دي كونكريت ميثود او ليها امبلمنتيشن. فانا كده دي الرول الاخيره، ان انا لو عندي كلاس كونكريت بيكستند او بينهرت من كلاس ابستراكت لازم يبروفايد كل الامبلمنتيشنز لكل الفانكشنز الابستراكت اللي في البيرنت. طيب لو عملت سب كلاس او تشايلد كلاس ابستراكت، لا مش لازم يبروفايد الامبلمنتيشن لكل الميثودز الابستراكت اللي في البيرنت. لغايه كده واضح يا باشمهندسين؟ باشمهندس طب ازاي بقى ممكن استخدم فاينل؟ انا كده مش هقدر اعمل لها اوفر ريدن. فاينل انا بمنع الاوفر ريدن لفانكشن معينه. يعني انا دلوقتي لو انا كنت شايله كلاس هيونداي ده، شايله الابستراكت منه، تمام؟ طيب وهنا عامله فانكشن ثاني كده هنا public فاينل void function 4 ودي فيها implementation. احنا برولز الانهيرتنس القديمه، ان انا دلوقتي لو انا عندي ميثود في البيرنت كلاس ممكن ان انا اديلها implementation مختلف في السب كلاس. تمام. طيب لما انا حطيت الفاينل ميثود على الفاينل كي وورد على الفانكشن 4 دي، هل ينفع ان انا بروفايد امبلمنتيشن ليها في السب؟ لا بس كده. تمام وده قصدي.
تمام؟ تمام. طيب هنا احنا نسينا الكيورد بتاعت الابستراكت، لازم لما انا هعرف ابستراكت فانكشن لازم تتواجد جوه ابستراكت كلاس. طيب نرجع نكمل تاني. طيب اخر نوت ان هو بيقول لك لو الابستراكت كلاس هو تشايلد للكونكريت كلاس يبقى كل الكلاسز هي تشيلدرن اون ذا اوبجكت. يعني نفس مفهوم الانهيرتنس، ان انا الابستراكت كلاس ده هو يعتبر برضو تشايلد للكونكريت كلاس، بس ما ينفعش ان انا انستنشيت اوبجكت منه. ليه؟ لان هم هيبقوا من البيرنت اللي هو الكونكريت. طيب نيجي نشوف الاكزامبل ده. دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي ابستراكت كلاس اسمه انيمال، في فانكشن ابستراكت جواه اسمها سبيك. طيب عمل كلاس تاني اسمه دوج بيكستند من انيمال، عمل ايه؟ عمل اوفررايد او ادى بقى الامبلمنتيشن لايه؟ للفانكشن اللي هي سبيك اللي كانت في البيرنت. طيب وعمل كلاس تاني اسمه كات برضو بيكستند الانيمال وعمل امبلمنتيشن لفانكشن سبيك. طيب لما جينا هنا نعرف بقى المين فانكشن او نتست الكلام ده فوق، عمل ايه؟ عمل فانكشن، عمل سوري اوبجكت اسمه انيمال دي واداله ريفرنس من دوج، ده البوليمورفيزم اللي اتكلمنا عليه اللاب اللي فات، وعمل اوبجكت تاني التايب بتاعه انيمال واخد ريفرنس من كات. طيب لما هيجي يطبع اول واحده بقى اللي هي الدي دوت سبيك هيطبع اني هي يا باشمهندسين بتاعت الدوج، تمام، والسي هيطبع بتاعت الكات، فمتطبق عليها نفس الرولز بتاعت البوليمورفيزم. الفرق كله في حته الابستراكت ان هو بيعرفك الابستراكت ميثودز ازاي انها تتعرف جوه الابستراكت كلاس، ولو الشايلد كلاس هو كونكريت فهو لازم يبروفايد كل الامبلمنتيشنز بتاعت الابستراكت ميثودز اللي في البيرنت، ولو السب كلاس هو ابستراكت فهو مش لازم يبروفايد كل الامبلمنتيشنز اللي في الايه في البيرنت كلاس. هنيجي نستوب على كده وناخد اول مساله من اللاب عشان ما نفصلش ما بين جزء الابستراكت كلاس والانهيرت والانترفيس. نيجي هنا اول مساله في اللاب بيقول لك ايه؟ what are the mistakes in the following program، وبيقول لك suggest way to fix all errors and show the exact output بعد ما تفكس ال errors دي. طيب انا هنا عندي ايه؟ عندي اول حاجه class A في methods f1 و f1 دي ليها implementation ان هو بيطبع a.f1 called. طيب وfunction تانية اسمها fine f2 متاخد ليها keyword final وليها implementation، وفانكشن تالتة اسمها F3 ومحطوط لها abstract keyword. طيب بداية كده ايه الايرور لغاية هنا؟ لازم class A يبقى abstract. تمام، فأول نقطة ان انا لازم class A ده يبقى abstract عشان اعرف فيه F3 انها تبقى abstract. طيب ننزل نكمل بقية الكود. دلوقتي انا عندي class B بيextend من A. طيب وعندي هنا function 1، نلاحظ انها بنفس اسم الفانكشن 1 اللي هي في البيرنت. طيب وليها الامبلمنتيشن. طيب F2 ليها امبلمنتيشن في كلاس B، وعندي هنا F3 ليها امبلمنتيشن في كلاس B. لغاية هنا ايه الايرورز؟ لا فاينل وبرضه عامل لها امبلمنتيشن. تمام، يبقى انا دلوقتي عشان اقدر ان انا اعرف F2 دي هنا يشيل كلمة final من F2 اللي هي فوق دي، فأقدر إن أنا أعمل لها implementation أو override في class B، أو إن أنا أشيل ال implementation بتاع F2 ده من class B خالص. يعني يشلت ال function دي كلها، يا إما شلت ال final keyword اللي هي فوق. طيب نبتدي نكمل. أنا دلوقتي عندي class C، بالمنظر ده كلاس سي بي اكستند ايه؟
وعندي هنا function 1 ليها implementation في class A، وعندي abstract class D بيextend class C، وفي function F3D ليها implementation في class D. يبقى كده ايه الايرور؟ هي مش منسين برضو مفروض تكون abstract class C. لا دلوقتي انا عندي class D abstract بيextend class C، ودلوقتي class C كان فيه ايه؟ هنا انا عندي two classes، class C ده بيextend ايه؟ اداله implementation ل F1 في class C، يبقى انا كده عندي مشكلة في ده؟ اه ما عملتش implementation ل F3. تمام، انا كده محتاج ان انا اعمل ايه؟ override ال function 3. ليه؟ لان class C هو concrete، لو كنت حطيت abstract في السيجنيتشر بتاع class C يبقى انا مش مضطر ان انا override F3. تمام كده؟ تمام تمام. طيب ابتدي نكمل. class D هو abstract بيextend class C وعمل override ل function 3 implementation، في كده مشكلة؟ لا، احنا قلنا ان abstract class ممكن يبقى فيه abstract methods او concrete methods. طيب ننزل على final class E بيextend D ومفيش اي methods فيه، وبعد كده عندي class F بيextend E وفي override ل function 3، وبعد جواها بينادي السوبر بتاعتها اللي هي في الاي او اللي هي في A اصلا في class A، وبعد كده بي provide implementation. طيب الجزئيه دي كده فيها اي error؟ هو دي final اصلا class E final، ازاي اعمل بالظبط كده؟ يبقى انا دلوقتي يا class E ده ما خليهوش final وكده عادي، انا قدرت ان انا اكستند منه، يا اما اشيل كلاس اف ده اصلا. تمام لغايه كده؟ هو بس سؤال، هو كلاس اي مش مفروض برضو يعمل اوفررايد لاف 3؟ ممكن يعمل اوفررايد لاف لاني لاف 3. لا ما هي اف 3 اوريدي خلاص بروفايد لها فانكشن امبلمنتيشن في الكلاس دي، فمش لازم يعمل لها يا ما عملهاش. تمام. طيب دلوقتي ننزل على المين. هنا عمل ايه؟ عمل array من التايب بتاعها class A وفيها 6 elements. طيب اول element في الarray عمل new A، هل ده ينفع؟ لا عشان abstract. بالظبط. طيب B عادي. تمام. طيب وال C؟ عادي برضو. والدي؟ لا عشان abstract. والإي؟ عادي. والإف؟ الإف هيبقى على حسب بقى، يا شلت الimplementation بتاعه خالص فأنا اضطريت إن أنا أشيله، أو إن أنا خليت class E ده مش final فسبتها. طيب هنا بقى نبتدي نشوف الأوتبوتس بتاعت الجزئية دي. هيبتدي يعمل فور لوب على الكونتنتس بتاعت الاراي دي، وبعد كده يطبع اول element في الاراي. سوري لا مش اول element، هو دلوقتي هيطبع F1 و F2 و F3. طيب بس على حسب كل element من الستة اللي في الاراي دول. طيب دلوقتي لو انا هبتدي الف على اول لوب او اول element في الاراي BS of 0 dot F1 هيطبع لي ايه؟ هي F1 دي موجودة فين بالظبط؟ هيا باش مهنسين
A dot F one cold. اللي F class A. تمام جدا. طيب بعد كده B S of zero dot F two. B S of zero دي واخدة reference من A اللي هي مش موجودة أصلا. طيب بس أنا دلوقتي شلت new A وشلت D وشلت F، يبقى أنا حقيقة الأمر اللي معايا دلوقتي إيه؟ أنا عندي B وعندي C وعندي D وعندي F، يبقى أنا دلوقتي BS of 1 هيطبع لي إيه؟ هيطبع لي A dot F1 وبعد كده B dot F1. ليه؟ لأن أنا دلوقتي new B دي هي B بتextend من A، فهو هيطبع الأول بتاعت البيرنت وبعد كده هيطبع بتاعت السوبر السب كلاس. طيب تاني element عندي أو تاني invoke للفونكشن هي F2. F2 برضه هتنادى على إيه؟ على الريفرنس ده اللي هو new B dot F2، هتطبع إيه؟ هيطبع A dot F2 cold. و F2 دي هي ملهاش implementation بس كده هيبقى يعني هي هنا هتتنفوك، يبقى هنا هيطبع A.F2 و B.F2 cold. طيب بعد كده F3، F3 دي هتنادى على B، طيب هيطبع ايه؟ هيطبع B.F3، و F3 دي هي ملهاش implementation في السوبر كلاس. طيب عشان ما انتهش نيجي نكمل بقية البرنامج هنا. هنا هو ايه اللي حصل؟ زي ما قلنا الكوركشنز بتاعت الايرورز اللي عندي هيتبقى لي ايه؟ B و C و E. طيب يبقى اول لفة في الاري كلها هيعمل ايه؟ A.F1 و B.F1 زي ما قلنا عشان الاكستنشن اللي هو ما بين B و A. طيب و F2 هينادي A.F2 بس. طيب وB3 هينادي دي اللي هي فيها الimplementation في class B. طيب بعد كده تاني index في الarray اللي هو C، طيب واخد reference من C هينادي F1، هينادي السوبر اللي هو فين؟ في الـ A، فهينده A dot F1 cold وبعد كده هينادي الـ C. طيب F2، F2 هو ملهاش implementation في class C، فهينادي بتاعت الـ parent اللي هي دي. طيب بعد كده F3، F3 دي هينادي اللي هي الـ D، فالـ D هتنادي الـ implementation بتاعها اللي هو في class D وهكذا. حد عنده مشكلة في دي؟ تمام. طيب نبتدي نكمل على الانترفيس. ايه هو الانترفيس؟ بيقولك ان هو class-like blueprint، هو ده زي الكلاسس بس الفرق ما بينه وما بين الكلاسس ان هو بيكونتين كونستانتس بس وابستراكت ميثودز، يعني انا مستحيل ان انا بروفايد امبلمنتيشن للميثودز جوه الانترفيسز. ده بيبقى ايه؟ بيبقى زي كونتراكت كده او عقد ما بيني وما بين الناس اللي معايا في اللي هتشتغل في البروجكت، ان انا بقول لهم الانترفيس ده بيبقى فيه ميثود 1 و2 و3، انا عايز كل الكلاسس اللي هتمبلمنت الانترفيس ده تبروفايد الامبلمنتيشن للميثودز دي بس. فكل كلاس هيمبلمنت الانترفيس ده هيدي الامبلمنتيشن على حسب طبيعه الكلاس اللي هو هيمبلمنت الانترفيس ده. فهو بيقول لك انه ده بيسبيسيفاي وات ا كلاس دو ماست دو اند نوت هاو تو دو ات. يبقى بيقول لك ايه؟
الانترفيس ده بيقول الكلاس ده ايه اللي هيعمله، مش هيعمله ازاي، هيعمله ازاي، ده يبقى في الامبلمنتيشن بتاع الكلاس نفسه. وزي ما قلنا ان هو كانه كونتراكت بيجبرك ان هو يمبلمنت كل الميثودز اللي اللي هتجيله من الامبلمنتيشن بتاع الكلاس ده. طيب نيجي نشوف هنا على النوت باد. دلوقتي انا عندي الانترفيسز يبقى بكي وورد بالمنظر ده، اكليك نختار اللانجوج جافا. طيب انا كده عندي ايه؟ عندي انترفيس اسمه كار او اي انترفيس، يعني انا بس هوريكم السيجنتشر بتاعت الكلاس الانترفيس تبقى عامله ازاي. طيب الانترفيس ده بيبقى متقسم لايه؟ لجزئين، كونستانتس، ده لو الانترفيس ده هيبقى فيه كونستانتس، وميثودز. طيب زي ما قلنا ان احنا في الانترفيس انا مش هينفع ان انا اعرف اي اتريبيوت، يعني ما ينفعش ان انا اجي اقول انا عندي سترينج نيم، مش هيقبلها مني. هو كل الاتريبيوتس اللي في الانترفيس by default constants، ان هما واخدين نفس السيجنتشر دي، public static final مثلا double constant مثلا، واخد ال value دي. انا هنا عرفت عندي constant. طيب وشكل ال methods بيبقى عامل ازاي؟ public void operate. يبقى انا هنا شكل الميثودز في الانترفيسز بيبقى بالمنظر ده، ملوش اي implementation، وبتبقى by default public. يعني انا لو شلت الكيورد بتاع public كده هي by default public، كانها محطوطه، كان الكومبايلر حاططها. طيب وكل الاتريبيوتس اللي في الانترفيس ده هي constants، ما ينفعش ان انا اجي اعرف attributes عادية. طيب وما ينفعش ان انا اجي اعمل كده void function 2 مثلا وادلها implementation، ما ينفعش. طيب ده كده السيجنتشر بتاعت اي انترفيس. ظهر في النسخة الجافا الجديدة اللي هي جافا 8، ظهر حاجة اسمها default. ديفولت دي كي وورد انا بحطها على الميثودز اللي في الانترفيس، ودي الكيس الوحيده اللي انا اقدر ابروفايد امبلمنتيشن للميثودز جوه الانترفيس. بمعنى ان انا دلوقتي لو جيت عملت فانكشن مثلا بالبرنت، بالمنظر ده لازم ان انا احط كيورد الديفولت في السيجنتشر بتاعت الفانكشن دي. فانا الحاله الوحيده اللي اقدر اعرف فانكشنز ليها امبلمنتيشن كان في نسخه الجافا من بدايه من جافا 8، بس في العادي او المتعارف عليه ما ينفعش ان انا اعرف فانكشنز ليها امبلمنتيشن في الانترفيس. لغايه كده الكلام واضح؟ تمام. طيب دلوقتي احنا شفنا شكل الانترفيس. طيب انا عايز اشوف بقى شكل الكلاسز اللي هتمبلمنت الانترفيس ده. سي عندي كلاس امبلمنتس كار. هنا انا عملت ايه؟ انا عندي كلاس كونكريت اللي هو class هيبروفايد الimplementations اللي functions اللي في الانترفيس، وبحط له keyword اللي هي implements. implements دي انا بعرف ان class car ده هو interface، و class الهيونداي ده هي override كل methods اللي في class car. طيب اول ما ابتدي اعرف class بالمنظر ده واقول ان هو implements الكار، هيقول لي ان انت لازم to override
function اللي هي الاوبريت، لان دي الفانكشن اللي ملهاش implementation في الانترفيس بتاع الكار. طيب مادام ملهاش implementation في class في الانترفيس بتاع الكار، يبقى هي by default public abstract. كأني كاتبة كده public abstract، كتبتها ما كتبتهاش هو دايما هيعتبرها كده. يبقى كل الفانكشنز اللي جوه الانترفيس هي by default public abstract. طيب نرجع تاني كأننا شايلينها، وده العادي ان احنا هنكتب اي انترفيس مش هنكتبها public abstract، هي كأنها متعرفة كده. فاحنا قلنا ان كل الميثودز اللي ملهاش implementation هي abstract. طيب هنا بقى هيجبرني ان انا اعمل ايه؟ ما دام عملت implementation لانترفيس الكار، هيجبرني ان انا اعمل override للfunction اللي هي operate. ولازم اديلها هنا الimplementation. طيب دي كده اول method. طيب function 2 بقى، مش احنا قلنا ان اي class هيimplement الانترفيس لازم يoverride كل الميثودز؟ طيب ده valid الا في حالة الdefault methods. لو انا ما عملتش implementation جديد لfunction 2 دي جوه هينضاي عادي، هو لما هيجي ان انا invoke الميثود دي هيبص على الimplementation اللي جوه الانترفيس. ليه؟ دلوقتي لو انا جيت عملت هنا في المين عملت بالمنظر ده object ايه المنظر ده؟ ده نفس البوليمورفيزم اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو بيبقى واخد التايب بتاع الاوبجكت ده من البيرنت او اللي هو الانترفيس او كان الابستراكت كلاس whatever، سواء انترفيس او ابستراكت كلاس، وبيبقى واخد الريفرنس من الحاجة الكونكريت او اللي بيبروفايد امبلمنتيشنز اللي هي الكلاس الهندار. طيب لو جيت عملت كده سي دوت فانكشن 2 كده هينفذ invoke function 2 in the interface. ليه؟ هو اصلا ما فيش implementation تاني لfunction 2 غير في الانترفيس هنا. طب لو جيت بقى عملت كده void function 2 implementation، لو جيت ندهت في المين c.function2 هو هينvoke function2 اللي في الكلاس، لو انا ما اديت لهاش implementation فين في الـ في السب كلاس او اللي هو الكلاس اللي بيimplement الانترفيس. لغايه كده الدنيا واضحه مش مهندسين؟ تمام. نبتدي نكمل. فده نفس الكلام اللي قلناه، ان الانترفيس ده بيمثل زي عقد او بيوريني كل الفانكشنز اللي بتبقى موجوده، وان انا لازم السب كلاس يمبلمنت الميثودز دي. طيب بيقول لك اخر حاجه ان الانترفيسز دي هي يوزد تو اشيف مالتيبل انهيرتنس ان جافا. ازاي؟ احنا قلنا ان الجافا هي بتمنع المالتيبل انهيرتنس، يعني انا ما ينفعش هنا لو كان عندي public كلاس خلينا مثلا اسمه كلاس 1 في اكستند كلاس 2 المنظر ده. الشكل ده مش موجود في الجافا، ما عنديش كلاس ممكن يمالتيبل انهيرتنس او يمالتيبل اكستند من كذا كلاس، بس عندي الكلام ده ممكن يتأشيف في الانترفيسز. ازاي ممكن اعمل كده؟
ممكن يبقى عندي الانترفيس يكستند كذا انترفيس، يبقى لازم دول يبقوا انترفيسز، وساعتها هو بياخد نفس الميثودز اللي في البيرنت انترفيس، نفس الكلام في الـ في الـ في الانهيرتنس بتاعت الكلاسز العاديه. طيب فاحنا كده اتفقنا ان في مالتيبل انهيرتنس في ما بين الانترفيسز، بس ما فيش مالتيبل انهيرتنس ما بين الكلاسز. طيب وبالنسبه للامبلمنتيشن، ممكن الكلاس يمبلمنت كذا انترفيس يعني بالمنظر ده. يبقى انا عندي مالتيبل انهيرتنس ما بين الانترفيسز، وعندي ان كلاس يمالتيبل امبلمنتيشن من كذا انترفيس. طيب نكمل تاني. دي الرولز بتاعت الانترفيسز، زي ما شفنا الرولز بتاعت الابستراكت كلاسز، ان كل الميثودز امبليستلي، كاني مش شايفه الكي ووردز دي بس هي محطوطه، انها بابليك وابستراكت. ابستراكت ان النود هو الديكلاريشن بس او السيجنتشر بتاعها with nobody. طيب بيقول لك ايه بقى، ان هو when implementing the methods in a concrete class don't forget to add the public specifier. مش معنى انها موجوده public abstract ومش متشافه في الانترفيس ان انا ما احطش الاكسس موديفاير ده في الكلاسز اللي هتيمبلمنت الانترفيس، فلازم ان انا احط الاكسس موديفاير ده. طيب بعد كده بيتكلم على الداتا ممبرز، انها برضو implicitly public static final. فانا لو ما عرفتش ال constant بالثلاثة keywords دول، هما كأنهم محطوطين. طيب حاجة تانية، الانترفيس ما ينفعش ان هو instantiate. يبقى دلوقتي لو هنيجي نتكلم على الفرق ما بين الانترفيسز والابستراكت كلاسز، الابستراكت كلاس والانترفيس الاتنين زي بعض، ان هما ما ينفعش instantiate. طيب الابستراكت كلاس في ايه؟ في data members عادي، ممكن تبقى data members عادية constants، وفي abstract methods وفي concrete methods. طيب الانترفيس لا، هو في constants بس وكل الميثودز في abstract، ما ينفعش يبقى في methods ليها implementation إلا في حالة الجافا 8 إن فيها default methods، وممكن إن أنا أحط static methods كمان. طيب الكلاس كان extend only solid one solid class but can implement multiple interfaces زي ما احنا شفنا. طيب هنا بيتكلم ايه؟ بيتكلم على الفرق برضو ما بين الابستراكت كلاس والانترفيس، ان الابستراكت كلاس can define a constructor، الانترفيس ما فيهاش constructors خالص. يبقى احنا بنستخدم الconstructors في الابستراكت كلاسز عشان بس الconstructor chaining. لو انا عايزه انيشاليز الداتا ممبرز في البيرنت كلاس بداتا معينه بس، الانترفيسز ما فيهاش كونستراكتورز. طيب الابستراكت كلاسز ممكن يبقى فيها برايفت او نون ستاتيك داتا ممبرز، والابستراكت كلاس شير ذا سيم روت اس كونكريت كلاسز، ان هما البيرنت بتاعهم هما الاوبجكت كلاس، زي ما اتكلمنا في الليبل اللي فات ان اي كلاس عندي بيبقى البيرنت بتاعه الاوبجكت كلاس، انما الانترفيس ملهاش سنجل روت، ملهاش بيرنت انترفيس، مفيش اوبجكت انترفيس بمعنى اصح. لغايه كده الكلام واضح يا باشمهندسين؟ لو في حد حاجه، لو في حاجه حد مش فاهمها يقول لي. تمام. طيب نيجي نبص على الاكزامبل ده في الانترفيسز. انا عندي ايه؟ عندي انترفيس اسمه فيكل، في فانكشن فيه ابستراكت اسمها جيت تايب، وحط ميثود اسمها turn alarm on، دي حط لها keyword default عشان يبروفايد implementation ليها في الانترفيس. طيب وعرف two classes، class الكار و class البايسكل، بيimplement the vehicle class vehicle interface. طيب عمل override لإيه؟ للget type في class الكار، وفي class البايسكل هو عمل override لل turn alarm on اللي ليها أصلا default implementation في vehicle، وعمل اوفررايد للجيت تايب في كلاس البايسكل. طيب هنا بقى في المين، في المين كلاس عمل ايه؟ عرف اوبجكت اسمه كار من تايب فيكل اللي هو الانترفيس، بس واخد ريفرنس من الكونكريت كلاس اللي هو الكار. طيب لما جه ينادي الكار دوت تيرن الارم اون كده، هيبص على ايه؟
دلوقتي هيجي يبص على الكونكريت كلاس اللي هو الكار في implementation للترن الارم اون، لا مفيش implementation، يبقى هيبص على الانترفيس وكده هيطبع الجمله اللي في الانترفيس. طيب كار دوت جيت تايب، جيت تايب لا ليها implementation في الكونكريت كلاس فهينفذ الimplementation اللي في الكونكريت كلاس. طيب عمل برضو object تاني من تايب vehicle واخد reference من bicycle. طيب bicycle لا هي حاطه implementation خاص للكلاس ده عن الانترفيس فنفذ اللي فين اللي في كلاس الكار البايسكل. وجي نادي جيت تايب، جيت تايب هي معمول لها اوفررايد بامبلمنتيشن تاني في كلاس البايسكل فنفذ اللي في البايسكل. يبقى احنا كده شفنا الديفولت ميثودز لو ليها امبلمنتيشن خاص للسب كلاسز او الكلاسز اللي بتامبلمنت الانترفيس هيروح ينفذه، ملهاش هيبص على الانترفيس. هنا بيبتدي يتكلم على المالتيبل انهيرتنس. انا كنت قلت لكم قبل كده ان انتوا تبصوا على الدايموند بروبلم دي، هي دي حصلت اصلا في السي بلس بلس، وعشان كده ازاي ان انا عندي كلاس بيكستند من مالتيبل كلاسز او بينهيرت من مالتيبل كلاسز، وساعتها ممكن مش هيبقى عارف لو نادى فانكشن في الكلاس ده هو مش هيبقى عارف يراوت لأني كلاس أو يحقق أو ينفذ أني فانكشن في أني كلاس. طيب المالتيبل انهيرتنس دي قال لك ممكن تتحقق في الجافا بس عن طريق الانترفيسز. إزاي؟ إن أنا لو عندي conflicting functions definitions من two interfaces الكلاس اللي بي implement الانترفيسز دي مش هي provide أي compilation error. طيب بس الإشيز هتطلع من إمتى بقى؟ لما يبقى فيه default interface methods، لما يبقى فيه default methods. طيب نيجي نشوف الكلام ده هنا. دلوقتي أنا عندي interface اسمه alarm، حاطط فيه method اسمها turn alarm on، ودي واخدة ال default implementation. طيب ده نفس الexample اللي شفناه في الexample اللي فات، زود عليه إيه بقى؟ زود عليه interface اسمه alarm واداله default method ليها implementation في انترفيس الالارم. يبقى انا كده عندي turn alarm on موجود ليها default implementation في الانترفيس بتاع الالارم، وموجود ليها default implementation في الانترفيس بتاع الفيكر. طيب class car ده عمل ايه بقى؟ عمل override لفunction اللي هي get type اللي هي اصلا كانت موجودة في انترفيس الفيكر وابستراكت، فده طبيعي. طيب وعمل override لفunction الترن الارم اون. طيب لما عمل override لفانكشن الترن الارم اون وهو مش provide function او مش provide implementation خاص بالكلاس الكار، لا هو عايز ينادي على السوبر او عايز ينادي على الimplementation اللي في الالارم او في الفيكل. طيب ساعتها هيعمل ايه؟ لما انا عندي دلوقتي نفس الميثود بنفس السيجنيتشر بنفس كل حاجة بس implementation مختلف او الطباعة مختلفة ما بين الفيكل والالارم. طيب قال لك هنحل المشكلة دي ازاي؟ ان انا انبه على الميثود اللي في الانترفيس اللي انا بimplemente عن طريق ان انا اكتب اسمه دوت سوبر ودوت اسم الميثود اللي موجودة في الانترفيس، وكده هيقدر يفرق هو رايح للترن الارم اون اللي موجودة في الالارم ولا موجودة في الفيكل. ها يا باشمهندسين مين مش فاهم الجزئية دي؟ تمام. طيب نيجي نتكلم على انترفيس من الانترفيسز اسمه comparable. Comparable interface ده هو بيكونتين ميثود واحدة اسمها compare to. طيب أنا دلوقتي لو جيت معرفة في المين عندي array ايه مثلا array 1
وانتجر وخلينا انت اللي هي الطبيعي انت وندهت ميثود اسمها سورت. ايه المنظر ده؟ انا دلوقتي عرفت array التايب بتاعها integer وفيها 3 elements وarrays دي ده interface وندهت منه الميثود اللي هي الستاتيك اللي هي بتتنادى باسم الكلاس او الانترفيس وديت لها array 1 ده هيعمل ايه؟ هيصورت الاري دي. طيب ليه كده كلاس انت ده هو بي امبلمنت الكومباربل انترفيس. طيب نيجي ناخد الاكزامبل ده على اكزامبل اعلى شويه. دلوقتي لو انا عندي اري اسمها ستودنتس ان تايب سوري ستودنتس وانا عايزه ان انا ارتب الستودنتس دي based على الجريدز بتاعته سواء descending او ascending يبقى انا class student ده لازم يimplement the comparable class sorry comparable interface. ليه؟ هو هي provide function اسمها compare to بتاخد object لما انا اعمل override للكوفانكشن الكمبير دي جوه class الستودنت انا هقدر ان انا احدد هو الكمبير دي انا هقارن الكمبارزن based on ايه نيجي نشوف الاكزامبل ده بشكل اوضح على السلايدز دلوقتي بيقول لك ان الليست والاريز اوف اوبجكتس لذات امبلمنت ذيس انترفيس كان بي سورتد اوتوماتيكلي يوزنج الكولكشنز دوت سورت اند اريز دوت سورت كولكشنز دي لو انا بستعمل ليست او لينكد ليست زي ما شفنا في الكولكشنز سواء ان انا كيو او تري او فيكتور او ليست او الاريز دوت سورت بيقول لك ايه بقى ان انت لو هت override function equals مع ال compare to يبقى اللوجيك بتاعهم comparable لبعض ان انا بقول ايه ان انا لو هقارن على based على ال grade فخلي function ال equals دي لو انا هعتبر ان two objects هما بيساووا بعض مثلا هيساووا بعض based على ال grade يبقى هي نفس ال attribute اللي انا بقارن بيه يبقى هو بيقول لك هنا strongly recommended مش required بس ان انا اخلي نفس الاتريبيوت اللي انا بقارن بيه الكومبيرنج يبقى هو نفس الاتريبيوت اللي موجود في فانكشنال ايكوالز او اللي انا الاتريبيوت اللي انا بحدد عليه التو اوبجكتس دول ايكوال لبعض. طيب نيجي نشوف هنا الدنيا بشكل اوضح. دلوقتي انا عندي انترفيس الكومبارابل. انترفيس الكومبارابل ده هو بياخد جينيريك تايب اسمه تي. تي ده هو ملوش داتا تايب ممكن انا اعمل له كاستنج لاي داتا تايب سواء ستودنت سواء الكلاس اللي انا بشتغل بيها يعني فدلوقتي هو بياخد في ميثود بتاخد جينيريك اوبجكت وبترجع لي انتجر نمبر طيب الانتجر نمبر ده هو ايه ممكن يبقى بوزيتيف انتجر لو الكرنت اوبجكت هو اكبر من الباست اوبجكت يعني انا لو ندهت مثلا student1 dot compare to وبعت لها student2 هنا لما هبتدي اقارن في الimplementation بتاع الكلاس اللي هو الستودنت ده هقول ايه ان لو student1 dot grade اكبر من student2 اللي هو باست ده فهو هيرجع لي positive integer طيب لو العكس لو student1 ده dot grade اقل من student2 اللي هو الباست dot grade هيرجع لي negative طيب لو الاثنين ايكوال هيرجع لي زيرو حد عنده مشكله في الجزئيه دي يا باشمهندسين تمام طيب نيجي نشوف هنا اكزامبل كامل بقى
انا دلوقتي عندي بلس اسمه student بي implements الكمبارابل واداله طيب student. كان ممكن لو هو اي كلاس تاني يديله نفس النوع بتاع الكلاس اللي هو بي implement الانترفيس ده. يعني لو هنا كان عندي car implements comparable car، ليه؟ انا هقارن two objects من نفس الطيب، فلازم اديله نفس الطيب اللي انا هقارن بيه. طيب وكلاس الستودنت ده زي ما شفنا في اي example تاني، انا عندي string name وانتجر للجريد، وهنا ادى الكونستراكتور اللي هو البارامترايزد عادي جدا. طيب مادام بي امبلمنت الانترفيس اللي هو الكومبارابل ده، هو اوريدي اصلا في فانكشن واحده اللي هي الكومبير تو، فعمل لها اوفررايد تحت. طيب هنا بقى هيبتدي يقارن بناء على ايه؟ هيبتدي يقارن بناء على الجريد. فهيقول ايه؟ ان لو الاو الستودنت اللي هو الباص ده دوت جريد ايكوال ايكوال زيس دوت جريد هيرجع زيرو. طيب لو اقل من الزيس دوت جريد هيرجع بوزيتيف، else هيرجع نيجاتيف 1. هنا هو غير الامبلمنتيشن. احنا قلنا هنا جبناها بالعكس، ان انا لو الكرنت اكبر من الباست هيرجع لي بوزيتيف. هو هنا عملها ايه؟ لو الكرنت اكبر من الباست، يعني ما تتلخبطوش، هو كاتبها بس بالعكس. كان ممكن يكتبها عادي زيز دوت جريد اكبر من او دوت جريد. ففي حاله ان هو لو الكرنت اكبر من الباست هيرجع لي بوزيتيف انتجر، لو الكرنت اقل من الباست هيرجع لي نيجاتيف نمبر. طيب نيجي هنا في المين بقى تيست الفانكشناليتي دي، عمل ايه؟ عمل 3 اوبجكتس من الستودنت وحطهم في اري، وبعد كده نده ايه اريز دوت سورت الاري دي. فانا كده ما دام الاري كانت من تايب ستودنت، ومن تايب ستودنت ده هو بي امبلمنت الكومبارابل انترفيس، فهيبتدي ان هو يرتبهم عادي جدا. هو هنا رتبهم ازاي؟ ال 65 وبعد كده ال 87 وبعد كده ال 93. حد عنده مشكله في الاكزامبل ده؟ يعني اري دوت سورت ده راح عمل كومبير تو، مش مفروض انا هو نده الكومبير تو في الامبلمنتيشن بتاعها، بينادي الكومبير تو. هو بيشوف الكلاس ده بي امبلمنت الانترفيس اللي هو الكومبارابل، لو بي امبلمنته فهو اوكي هينفذ عادي. طيب لو انا كان كلاس ستودنت ده مش بي امبلمنت الكومبارابل انترفيس، لما اعمل اريز دوت سورت هيطلع لي كومبايليشن ايرور ان الكلاس ستودنت ده هو ماست امبلمنت الانترفيس بتاع الكومبارابل. تمام. طيب نكمل. احنا شفنا اول تايب من الانترفيسز اللي هو الكومبارابل. هنيجي نبص على الكلونابل انترفيس. كلونابل انترفيس ده بيعمل ايه؟ بيخليني ان انا اخد اوبجكت او ريفرنس جديد من الاوبجكت اللي انا عايز اكوبي منه الداتا. يعني انا سي نيجي نشوف هنا، انا عندي مثلا student swan equal new student المنظر ده. طيب ده زي ما قلنا بيحجز مكان في الهيب. حجز مكان للهيب في ايه؟ للنيم اللي هو string، وبعد كده حجز مكان للجريد اللي هي double مثلا، وجيت اعرف student s2 انا عايزه يكون لها نفس ال values بتاعت ال attributes بتاعت student 1. بس حاجه بقى، ان انا لو غيرت في s2 الكلام ده ما يعملش reflection او ياثر في s1. ازاي؟ انا عايزه اعمل كاني عملت كده student، مش ده ليه كده ادرس في الميموري وده كده ليه ادرس في الميموري؟ بس الفرق ان انا مش عايزه initialize، اجي اعمل كده s2 dot set name equal s1 dot get name، او ان انا ابصلها للاتريبيوت ده، لا انا عايزه ان انا اعمل كلون من الاتريبيوتس بتاعت الاوبجكت الاولاني ده دايركت في الاوبجكت التاني،
من غير ما اعمل new student. فالحل ايه؟ قوم عاملة كده est1.clone. طيب clone دي بتعمل ايه؟ هي بتبروفايد ريفرنس جديد للأوبجكت اللي انا بعمل له او اللي انا عايزاه يبقى نتيجة الكلونينج من الأوبجكت اللي هو القديم. طيب حاجة زي كده اسمها ايه؟ اسمها شالو كوبي. ليه؟ لان انا لو كان عندي هنا اوبجكت مش بريميتيف تايب، يعني هنا مثلا كان عندي سترينج وهنا عندي دبل، هنا مثلا هيبقى عندي ديت اوبجكت ريفرنس ديت مثلا، هنا هيعمل لي ايه في الشالو كوبي ده؟ هيعمل لي string name و grade جداد بس هيشاور على نفس الريفرنس بتاع ال date object، بمعنى ان انا لو غيرت في ال date object ده التغيير ده هيرفلكت في S2. يعني انا لو جيت هنا S1 ده dot set curve date حطيت له اي حاجة اي date، يعني بلاش هنا عشان مفتكرش ان هو مكتوب string مثلا D1، وD1 ده عبارة عن date، لو غيرت في ال birth date بتاع S1 التغيير ده هيسمع في S2. ليه؟ لان هنا حصل شالو كوبي، شالو كوبي للحاجات اللي هي البريميتيفز اللي هي زي السترينج نيم او الدبل جريد او اي اتريبيوتس تانية، بس اي اتريبيوتس عباره عن ريفرنس اتريبيوتس او اوبجكتس مش هيحصل لها كوبينج، هتبقى بتشاور على نفس الادرس، فاي تغيير في واحد منهم هيرفلكت في الثاني. لغايه كده الكلام مفهوم يا باشمهندسين؟ عشان اعرف اكمل عليه. تمام. طيب فاحنا هنا لازم هأكد عليكم على النقطة دي، ان كلون هي بتبروفايد شالو كوبي. طب لو انا عايز ابروفايد ديب كوبي، ديب كوبي بمعنى ان هنا S1 هو بيشاور على ريفرنس و S2 بيشاور على ريفرنس تاني، يبقى لازم انا اللي بروفايد الامبلمنتيشن الخاص بتاع الفانكشن الكلون دي. طيب نيجي نبص هنا في السلايدز، هنا بيقول لك ايه انترفيس كلونبل، هو ده ماركر انترفيس. ماركر انترفيس ده ان هو بيعلم لي الاوبجكت ده اللي هي امبلمنت سوري الكلاس اللي هي امبلمنت كلاس الانترفيس بتاع الكلونبل ان هو يقدر اعمل منه ريفرنس جديد. طيب هنا بيقول لك ان الكلاس امبلمنتس الكلونبل انترفيس تو انديكيت الاوبجكت دوت كلون ميثود، ذس ليجل فور ذات ميثود تو ميك الفيلد فور فيلد كوبي، اي فيلد للتاني هيعمل له كوبي، يعني شالو كوبي. بيقول لك invoking objects clone method on instance that doesn't implement the clonable interface results in exception clone not supported exception. الاكسبشن ده ايرور بيترمي من البرنامج، زي ما تيجوا ترنوا اي حاجه ويحصل ايرور بيضرب لك ايرور تحت باللون الاحمر كده في الاي دي اي، ده اسمه exceptions، هنشوفه بالتفصيل اكتر في جزئيه الانترسبشنز في اخر الكورس. طيب بيقول لك ايه by convention the classes that implement the interface ده هي should override object.clone which is protected with a public method. احنا قلنا note في الانترفيسز ان انا الميثودز اللي متعرفه جوه الانترفيس هي by default public abstract. طيب هي public abstract من غير ما اكتب كلمه public او الكيورد بتاع public، بس لما هاجي اعمل لها override في الكلاس اللي بتimplement الانترفيس ده لازم اكتب لها public. طيب هنا بقى بيقول لك ان الميثود دي في الانترفيس الكلونابل هي protected، بس لما هاجي اعمل لها implementation في في الكلاسز اللي بتimplement الانترفيس ده لازم ازود لها كلمه public. فده نفس الرولز بتاعت الانترفيسز زي ما قلنا. طيب نيجي نشوف بقى الاكزامبل ده،
عندي كلاس ستودنت بيمبلمنت الكلونابل، وعندي في كلاس ستودنت ده النيم والجريد زي ما شفنا، وعندي الكونستراكتور اللي هو البارامترايزد. جه هنا عمل ايه؟ عمل اوفررايد لميثود الكلون، وهي كده كده بترجع اوبجكت في السيجنتشر بتاعها، وزودت كلمه بابليك، وده لازم في السيجنتشر بتاعها انها بثرو الاكسبشن ده او الايرور ده لو كلاس الستودنت ما كانش عامل لها امبلمنتيشن. طيب بيقول لك ان الديفولت بتاع الاوبجكت كلون هو شالو كوبي، يبقى انا هنا هرجع ايه؟ هرجع السوبر دوت كلون اللي هي كلون ميثود اللي في الاوبجكت كلاس. مش احنا قلنا ان الكلاس الستودنت هو بيكستند من اوبجكت كلاس، فهي الامبلمنتيشن بتاع فانكشن الكلون دي هو موجود في الاوبجكت كلاس، هو هيديتكت الاتريبيوتس اللي جوه ستودنت كلاس ده وهيعمل لها كوبي. طيب فور ديب كوبي بقى دو ات مانوال. دو ات مانوال بمعنى ان انا دلوقتي هعمل اوبجكت جديد من الستودنت، واعمل اوبجكت جديد من الديت لو كان في هنا ديت اللي هو الاوبجكت او الريفرنس اللي جوه كلاس الستودنت ده، واعمل وكوبي منه الداتا. طيب هنا جه في المين فانكشن عمل ايه؟ عمل اوبجكت اسمه S1، وعشان ياخد S2 ده بريفرنس جديد بس عايز ياخد نفس الاتريبيوتس بتاعت S1، عمل ايه؟ S1.clone، و S1.clone دي طبعا بترجع لي اوبجكت، فانا عملت له كاستنج للستودنت من الجينيريك اوبجكت، عملت له كاستنج للسبيسيفيك تايب اللي هو الستودنت، وحطيته في اوبجكت من تايب ستودنت. لغايه كده واضح يا باشمهندسين؟ هو بس انا مفهمتش حته البروتكتد، هو مش احنا المفروض يبقى كله بابليك؟ فين السلايد اللي فاتت كان في حته فيها اللي بروتكتد؟ هنا كله بابليك، بس هو جه في الانترفيس ده، والانترفيس ده سبيشال كيس ان خلى ميثود الكلون دي هي بروتكتد، وده يعني ريدي امبلمنتد انترفيس او ريدي انترفيس اصلا من الحاجات البيلت ان في الجافا، ف انت مش قادر تغير في السيجنتشر بتاعها. فانت اي انترفيس انت اللي هتكريته بايدك لازم كل الميثودز تبقى باي ديفولت بابليك، بس قال لك ان سبيشال كيس الانترفيس ده هو الميثود دي بروتكتد. طيب نيجي نطبق نفس الرولز بتاعه الانترفيسز، ان اي كلاس بي امبلمنت الانترفيس لازم بتبقى الامبلمنتيشن او الميثودز اللي ليها امبلمنتيشن في الكلاسز بابليك. تمام تمام. طيب فاحنا هنا هأكد على النقطة دي تاني، ان الكلون ميثود هي بتعمل شالو كوبي، عشان اعمل ديب كوبي لا انا هعمله بايدي، هعمله بايدي بمعنى ان انا هاجي هنا وخلينا في نفس السلايد، خلينا نمسح ده كله. implementation بقى بتاع الكلون فانكشن انا هكتبها هنا بشكل دامي. اعمل ايه؟ student s2 equal new student s2 ده dot set name، يبقى ايه؟ this dot get name، ونفس الكلام في ال grades. طيب بالنسبة بقى للديت، هعمل ديت d1 equal new date، وكده انا اديت له reference جديد او address جديد في الميموري. و s2.set الديت d1، وفي الاخر return s2. الجزئية دي كده كده انا عملت ديب كوبي. ديب كوبي ليه؟ للريفرنس، فور ريفرنس. باشمهندسة يعني ايه مشكلة الشالو كوبي؟ هو ملوش مشكلة، المشكلة ان هو هيكوبي الفيلد تو فيلد اللي هي الفيلدز البريمترز اللي هي السترينج والانتجر والدبل، بس اي اوبجكتس مش هيكوبي الريفرنس بتاعها، مش هيعمل لها ريفرنس جديدة في الميموري. يعني كأن student S1 ده و S2 هما بيشاوروا على نفس الادرس بتاع الديت فيلد في الميموري، فأي تغيير في واحد فيهم هيرفلكت في التاني. لكن الديب كوبي ان انا طب انا كده بعمل اوبجكت، انا بفصلهم
بس انا كده بعمل اوبجكت جديد في الميموري. بالظبط، هو ده المقصود. انا عايز student S1 ده يبقى مستقل تماما عن S2 ده. تمام تمام، شكرا. لا طيب، نيجي نبص على السلايد التانية، هي دي هتوضح اللي انا قلته. انا عندي ايه؟ عندي هنا object اسمه house1، التايب بتاعه من house. تمام، ده شكل ال UML diagram. طيب عندي house1 ده عنده id equal 1 و area بالرقم ده، وين بيلت ده date object واخد reference في الميمن. طيب عندي house2 ده object من type house، عنده ال id وال area والوين بيلت ده field اسمه وين بيلت، بس الداتا تايب بتاعته اسمه date. تمام، طيب ده كده الشالو كوبي. الشالو كوبي ده اتريبيوت خاص بهاوس 1، وده اتريبيوت خاص بهاوس 1، وده بهاوس 2، وده بهاوس 2. طيب الوين بيلت ده الاثنين بيشاوروا على نفس الديت كلاس، يبقى انا لو غيرت في هاوس 1 ده هيرفلكت في هاوس 2. طيب وده اللي بيدي الكلونابل انترفيس. لو انا ما حطيتش الامبلمنتيشن الخاص بيا بتاع الديب كوبي، طيب لو اعمل بقى ديب كوبي، انا كده فصلت ان ده واخد ريفرنس في الميموري وده واخد ريفرنس في الميموري، فالتغيير في واحد فيهم مش هيأثر على التاني. تمام يا باشمهندسين؟ اه تمام. طيب دلوقتي هنقول نوتس اخيرة ونبتدي نخش على اسئلة اللاب. دلوقتي بيقولك ايه؟ ان الكلاسز should be coherent والكلاس should describe a single entity with all its operation logically fitting. طيب ده كده بيقولك ايه؟ نفس اللي احنا شفناه في مسائل الديزاين اللي في اللابس اللي فاتت، ان انا كل كلاس هو عبارة عن entity مستقلة في ذاتها، يا فيها كل الاتريبيوتس وفي كل الفانكشنز بتاعتها، وبالتالي هي هتبقى concrete، او ان فيها methods abstract، وبقول ان دي شكل الميثودز اللي هيبقى في السب كلاسز اللي بتمبلمنت سوري بتكستند او بتمبلمنت الانترفيس او بتكستند الكلاس ده. طيب بيقول لك ان سنجل انتيتي ويز تو ميني ريسبونسابيلتيز شود بي بروكن انتو سيفرال كلاسز. يعني انا دلوقتي لو مثلا في اكزامبل العربيه دي ممكن تبقى مانيوال وممكن تبقى اوتوماتيك. طيب المانيوال ليها فانكشناليتي والاوتوماتيك ليها فانكشناليتي. طيب ينفع التو فانكشناليتيز بتاع الاثنين كلاسز دول يبقوا موجودين في البيرنت كلاس؟ لا، فانا كده عملت بريك للريسبونسابيلتيز، ان انا كسرت الفانكشنز دي، ان يبقى فيه سب كلاسز بتكستند من البيرنت كلاس وكل كلاس مستقل بالريسبونسابيلتي بتاعته. وبيقول لك اكزامبل على ده السترينج والسترينج بيلدر والسترينج بافر، ان السترينج ده هو اميوتابل والسترينج بيلدر ميوتابل، وكده هو فرق الresponsibilities ما بين التو classes دول. طيب classes are designed for use عن طريق الinheritance، وده لازم always be in mind when designing class، ان انا اقدر ان انا استخدمها في implementation في extension او inheritance. يعني بعد كده بيقول لك try to provide the no-arg constructor public. تمام، عشان لو جه حد بعدك حط parameterized constructor فما يعملش ان هو error. تمام، انت خلاص انت ماشي، هو ممكن يحط هو ال no-arg constructor ده، بس انت الديزاين بتاعك انت عامله مظبوط عشان يفت اللي بعدك. طيب دايما ان انت تعمل override للتو string، لازم السترينج representation للكلاس بتاعي والequals والهاش كود، وشوية بقى نوتس تانية ممكن تبقوا تقروهم لوحدكم عادي، ان انت لازم تفولو الconventions بتاعت النيمينج وتدي informative naming للattributes والmethods والattributes اللي هي shared ما بين كل الobjects لازم تdeclare انها static وهكذا. طيب نخش بقى على أسئلة اللاب. بالمناسبة هتلاقوا في آخر السلايدز بتاعت اللاب ده في للناس اللي كان عندها issues في السيتاب بتاع الجافا اف اكس، هتلاقي فيها notes كده للسيتاب، ولو في أي مشكلة بعتولي. نبتدي نخش على المسألة التانية في اللاب. أنا دي هسيبكم 5 دقايق إن تفكروا فيها، وبعد كده هإمبلمنتها معاكم، وهإمبلمنت
بروبلم 3 برضو، وبعد كده بروبلم 4 هتبقى زي assignment ليكوا في البيت مع نفسكوا، ولو في حد عنده أسئلة يبعتلي. طيب نيجي نشوف. assume we are interested in represented 3 geometric shapes. أول shape عندي هو line with start. start ده attribute هيبقى الطيب بتاعه point 2D اللي هي في الجافا اف اكس لايبر. طيب والاند دي برضو بوينت، الطيب بتاعها بوينت 2D. طيب تاني حاجة ريكتانجل. ريكتانجل هيبقى عندي start اللي هي البوينت، انا دلوقتي عشان ارسم اي ريكتانجل لازم الستارت والابعاد بتاعته، واللينس دبل والويتس دبل. طيب تالت حاجة الاليبس. الاليبس هيبقى عندي start point 2D واللينس دبل والويتس دبل. طيب كده انا هيبقى عندي بيقول لك ايه بقى، define الابروبريت classes، وكل الكلاسز should have public constructor و accessors to all fields. و all shapes should have draw method which is specific to every shape type. It should simply prints the shape information. و for each class و each method you define, specify whether it can be declared an abstract or file. طيب أنا هسيبكم 5 دقايق تفكروا فيهم وارجع أكملها معاكم. طيب باشمهندسين دلوقتي اول حاجه قالها لي ايه، انا عايز عندي كلاس لاين وعندي ريكتانجل واليبس. طيب دلوقتي ايه الكومن ما بين الثلاثه كلاسز دول؟ الدرو والبوينت 2D.
تمام، اللي هي الستارت. طيب الفرق ان هيبقى عندي في اللاين الاند، وهيبقى عندي في الريكتانجل اللينس والويتس، والاليبس هيبقى فيه اللينس والويتس برضو. طيب هنا جي عمل ايه؟ ابستراكت كلاس الشيب، يبقى كلهم مشتركين في البرايفت فيلد ده اللي هو البوينت 2 دي. وهنا جي عمل كونستراكتور بينيشالايز الشيب ده عن طريق الايه البوينت 2 دي والجيتنج بتاعه. طيب هنا هنلاحظ كلمة final. final دي ان الميثودز دي ما يحصلهاش overridden في الـ في الـ في الكلاسز اللي هتextend الشيب. تمام، مش شرط ان انا احطها في الـ في الجيترز والسيترز، بس هو هنا حطها عشان يجبر الكلاسز اللي هتextend من الكلاس ده انها ما يحصلهاش override. طيب وزي ما عزميلكو قال دلوقتي الدرو function دي هتبقى abstract لانها common ما بين كل الكلاسز اللي هت ايه اللي هتextend الشيب، والشيب عامة في العموم مالوش implementation function draw، هو هيتحدد based على كل شيب. طيب نيجي في اللاين. اللاين كان في حاجة زيادة عن الشيب، البوينت الاند بتاعته. طيب فأنا جيت هنا عرفتها، والconstructor بتاع اللاين أنا عندي الستارت والاند. طيب هي الستارت دي موجودة في البيرنت كلاس، فانا هانشالايزها عن طريق السوبر كونستراكتور، ولازم يبقى ده اول سطر في الكونستراكتور السب. طيب والجيترز، وهنا عمل اوفررايد لفانكشن الدرو برضو. هنا هو عرفها فاينل عشان لو في كلاس بيكستند من كلاس اللاين ده ان كيس يعني. طيب هنا فانكشن الدرو، هو هنا عمل 3 print statements بالمنظر ده. طيب نفس الكلام هنا في الريكتانجل، عندي ايه؟ عندي اللينس والويتس ودول دابل فيلدز. الكونستراكتور عندي البوينت الستارت اللي هي في الكلاس الشيب، وعندي اللينس والويتس هانيشالايز الستارت عن طريق الكونستراكتور زي ما شفنا، والجيترز والسيترز. طيب وفانكشن الدرو بالمنظر ده. طيب نيجي نشوف في الاليبس نفس الكلام بالظبط، نفس الريكتانجل. طيب نيجي بقى في المين كلاس، خلينا نشيل المنظر ده كده. هعمل ايه؟ هعمل شيب اري مثلا بتاخد 3 شيبس، او ممكن كنت اعرف الشيبس في الاول واني احطها في الاري. طيب وهعمل ايه؟ ريكتانجل ار1 نيو ريكتانجل الستارت نيو بوينت 2 دي مثلا 2 و3، وهنا اللينس مثلا 10 والويتس 5. طيب نفس الكلام هنا هحطه بس في الاليبس. لينا اليبس بعد كده اللاين، وبروفايد الاند بتاعته. يعني مثلا
5 3. طيب كده انا عملت ايه؟ 3 اوبجكتس الريكتانجل والاليبس واللاين، وممكن هنا احطهم على طول R1 وإليبس S1 ولاين 1. طيب هنا هعمل ايه؟ فور لوب شيبس of i dot draw. يجي نرن هي عند حد عنده مشكلة في دي يا باشمهندسين؟ تمام. طيب نيجي نشوف البروبلم التالتة. دلوقتي بيقول لك ايه؟ انا عندي create class that represent canvas. A canvas has multiple shapes. وبيقول لك use array list. Array list دي نفس الarray بالظبط، هتبقى السيجنتشر بتاعها كده. لما اجي اعرف list هيبقى التايب بتاعها مثلا shape، واسمها مثلا shape list equal new array list. ده كده شكل السيجنتشر للليست. وانا كنت قلت لكم تبصوا عليه ساعه الكولكشنز، بس الاهم حاجه ان انتوا تعرفوا شكل الاري والاري ليست. فده كده شكل السيجنتشر بتاعها، بتبقى واخده التايب بتاع الفاريبل من الانترفيس بتاع الليست، واخده الامبلمنتيشن بتاعها من كلاس الاري ليست. طيب نكمل. كلاس الكانفاس ده هو عنده multiple shapes. الكلاس should have the following methods: add shape، ان انا add shape للكانفاس ده للاري دي، وremove shape من الكانفاس، والget shape returns the closest shape to the given point. ازاي بقى؟ ان انا احسب الdistance ما بين shape الstart point بتاعته والgiven point. يبقى انا الget shape ده هياخد point ويحسب المسافة ما بين البوينت دي والستارت بوينت بتاعت كل شيب اللي في الليستة اللي عنده دي، ويرجع أقرب واحدة. تمام؟ وفانكشن اسمها draw all دي هتنده على الdraw methods بتاعت الشيبس اللي عند الكانفاس دي. وبعد كده بيقولك في الآخر write a simple driver program that tests the functionality of the canvas class. طيب يا ريت تاخدوا البروبلم دي سكرين شوت كده، وانا هستوب الشير وهسيبكم 5 دقايق تحاولوا تمبلمنتوا الكلام ده. وهختار كده راندم من الناس اللي موجوده حد يوريني هو بدا ازاي او هيفكر فيها ازاي. انا هستوب شير.
باشمهندسة، وانا عندي مشكلة في اللي هو الجافا اف اكس، احمله منين؟ انشغال على اني اي دي اي اكليبس. اكليبس انا كنت توريت اكزامبل المره اللي فاتت على ان هو ازاي تنزل جافا اف اكس من الماركت بليس. ما انا عملت كده بس انا ما حملش معايا برضو، لسه بيطلع لي ايرور في ال 0.2 دي. طيب حاولت ان انت تعمل البروجكت نفسه اف اكس؟ يعني ممكن تشير معايا كده بروجكت نفسه اف، انا لما بعمل نيو بدوس جافا بروجكت على طول. طب ثانية واحدة. انا ممكن اعمله ان هو جافا اف اكس بروجكت. بالظبط. تمام ماشي، شكرا.
طيب باشمهندسين مينا سامح، ممكن تشير كده وتوريني انت بدأت ازاي؟ هو انا بس عندي مشكله يا باشمهندس، انا مش في البيت فشغال، مش عارف، مش معايا اي دي اي اكتب عليه يعني. طيب تمام. مين طيب بدأ ايه implement؟ هو انا ما عملتش implementation، انا لسه ما عملتش جافا اف اكس بروجكت، بيطلع لي كده مين دوت جافا مش شغال، بس انا فكرت ممكن نعمل حاجه ازاي يعني. طيب كتبت الكلام ده على تكست فايل عندك او لا لسه بصراحه، انا كنت لسه بشوف المشكله بتاعت اللي هو جافا اف اكس. طيب اوكي انا هبدأ ان انا اشير. او انا طيب لما باجي اعمل جافا اللي هو اف اكس بيطلع لي حاجه اسمها بيطلع لي حاجه اسمها مين دوت جافا وفي الاخر ما بتشتغلش، برضو فيها ايرورز، ده ايه ده بقى؟ طيب أنا ممكن بعد اللعبة أشوف المشكلة دي معاك. تمام شكرا. طيب أنا كان عندي هنا في البروبلم بيقولك إيه، إن أنا عندي كلاس اسمه كانفاس، ده فيه مالتيبل شيبس. مالتيبل شيبس يعني عنده array من الشيبس، وبيقولك إن أنت ما تستعملش الأري، لا استعمل الأري ليست. ليه؟ عشان الدايناميك ديليت وريموفينج من الليست دي. احنا قلنا الفرق ما بين الاري والاري ليست ان انا الاري لازم ان انا احدد لها سايز ثابت، وكمان ما ينفعش ان انا اشيل منها، لا الاري ليست السايز بتاعها ممكن ما يبقاش ثابت، وكمان اقدر ان انا اريموف الاليمنتس منها. طيب الكلاس ده بيقول لك ايه، لازم ان انا يبقى عندي اد شيب، ان انا اقاد الشيب ده للاري اوف شيبس اللي عندي الكانفاس ده. هو الكانفاس ده بيعامله ان هو اري اوف شيبس، ريموف الشيب وجيت الشيب، جيت الشيب ده ان انا اجيب اقرب شيب عندي للنقطه الباست دي كذا بارامتر، ودرو اول هتنده على كل ميثودز الدرو بتاعت الشيبس اللي عندي. طيب نيجي نشوف الكلاس ده، نيجي نمسكه هنا واحده واحده. دلوقتي انا عندي كلاس الكانفاس ده، عندي هنا array list، array list of type shape، وهنا shapes. طيب هنا انا ما عملتش ليه بالمنظر ده، new او خلينا ناخدها من هنا copy. ليه ما عملتش المنظر ده كده في الـ في الـ في الـ في الديكلاريشن بتاع الاوبجكت الشيب ده او الاري الشيب ده؟ دلوقتي انا عايزه ان الاري او الليست بتاعه الشيبس دي تبقى نل كده بالمنظر ده، نل في بدايه الانستانشيشن بتاع في بدايه الكلاس. ليه؟ عشان الانستانشيشن بتاع الاري ليست ده يحصل لما كرييت اوبجكت من الكانفاس كلاس ده، فانا عايزه الانستانشيشن بتاع الاري ليست يبقى كابلد او مع الانستانشيشن بتاع الاوبجكت بتاع الكانفاس، فانا خليتها نال بوينتر بالمنظر ده. يعني انا لو جيت طبعت او عملت اي اوبريشن على الشيبس اري دي من غير ما انده الانيشاليزيشن بتاعها في الكونستراكتور هيرجع لي نال بوينتر. نال بوينتر ده انها نال مش انيشاليز، فانا خليت ان الشيبس دي هي ايكوال نيو اري ليست من الشيب في الكونستراكتور بتاع الكانفاس كلاس. طيب ده كده اول حاجه. طيب بيقول لي بعد كده ايه، ان انا اقاد شيب. طيب اقاد شيب ده يبقى انا هبعت له شيب واد عليه في الاري ليست اللي عندي. طيب شيبس دوت اد شيبس دي الاري ليست دوت، في فانكشناليتيز كتير في الاري ليست دي اشهرهم الاد. طيب وفي فانكشن تانيه اللي هي اد ات اندكس معين، انا كده عملت زوم بس عشان الدنيا تبقى واضحه. add at index معين، سواء انا عايزه احط في الاندكس الاولاني في الاندكس الثاني في الاري وهكذا. فانا هنا انا مش هيهمني الترتيب، انا هيهمني ان انا احطه الشيب ده جوه الاري ليست. طيب دي كده كانت اول فانكشناليتي مطلوبه. طيب تاني فانكشناليتي removing الshape. دلوقتي انا لما هاجي ريموف الشيب ده انا هريموف بيزد على ايه؟ هل هريموف من الاندكس الاولاني ولا الاندكس التاني؟ لا هو هنا ما حددش،
هو محدد الريموفنج بشكل عام. طيب الريموفنج من الاري ليست بيبقى معتمد ان انا هباص اوبجكت، والاوبجكت ده لو هو بنفس الادرس الميموري ادرس بتاع الاوبجكتس اللي موجوده جوه الاري ليست هيشيلها. طيب مش بنفس الادرس او بسيط اوبجكت جديد مش هيشيله، مش هيرجع لي حاجه. يعني ريموف دي بترجع بوليان، بوليان ترو، ترو ان هو اتشال. طيب فولس ما اتشالش او ما لقاش الاوبجكت ده جوه الاري ليست فبالتالي ما اتشالش. طيب فهو هنا عمل ايه؟ عمل فانكشن ريموف شيب دي، عمل لها باسنج الارجمنت الشيب، الشيب اللي انا عايزه ان هو يتريموف من الاري ليست ده، وبشوف لو الشيبس دوت كونتينز الاس، ان انا لو لقيت الادرس بتاع الاوبجكت ده جوه الاري ليست. كونتينز دي برضو من الميثودز بتاعه الاري ليست، لو لقاها هيشيلها ويرجع لي ترو. طيب إلس اللي هي بره كونديشن الاف اصلا هيرتيرن فولس. حد عنده مشكله في الفانكشن دي؟ هي مش منسين. لا تمام. طيب اخر فانكشناليتي كانت عندي الجيت شيب. الجيت شيب ده هو عايز يباص بوينت ويرجع لي المسافه ما بينها وما بين الستارت بوينت بتاعت اي شيب عندي، يرجع لي اقرب شيب للبوينت الباص دي. فهو هنا عمل تو فاريبلز اللي هو الديستانس ومينيمم ديستانس، ده عمل له انيشاليزنج بالماكسيمم فاليو للدبل. ليه؟ عشان ده اللي هيقارن عليه. طيب وعمل اوبجكت اسمه closest shape equal null. ليه؟ لان ده الشيب اللي هيرجع فيه الشيب الاقرب للبوينت الباص دي. تعالوا هنا نشوف دلوقتي، هو عمل for loop لف على الاري بتاعت الشيبس دي for each، كان ممكن تتعمل بالمنظر ده for ليه؟ كان ممكن تتعامل بالمنظر ده. المنظر ده هنا الاري، انا باندكس اري. طيب هنا انا بتعامل مع ليست، الليست اللوبينج بتاعها بالمنظر ده اتريتور، وده هنشوفه في 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 لابس قدام، بس اسهل شكل ليها اللي هو ده فور ايتش. فور ايتش دي بتعمل ايه؟ شكلها بيبقى بالمنظر ده، كولون كده في النص، بعدها بيبقى اسم الاري، وكل اوبجكت بيطلع من الاري ده اسمه شيب، وهنا بستقبله في فاريبل من تايب شيب كلاس. فده شكل اللوبينج على الكوليكشنز او الاري ليست بمعنى اصح. طيب هنا في كل لفه من دول هيطلع لي شيب، الشيب خلينا اس كده عشان نماتش اللي جوه الفور لوب. الاس ده هجيب الستارت بتاعه ده implemented already في البروبلم اللي فاتت dot distance. dot distance دي برضو احنا ميثود شفناها قبل كده بتشتغل على البوينت 2 دي، بدلها بوينت تانية وبترجع لي الديستانس كدبل فاليو. طيب لو الديستانس بقى ما بين الشيب اللي عندي جوه الاري ليست وما بين الشيب اللي هو الباست سوري البوينت اللي هي الباست كديستانس اقل من الماكسيمم ديستانس، فانا هابديت المينيمم ديستانس بالديستانس الجديده، كاني عماله بقلل في المسافات. دلوقتي انا حطيت ان المينيمم ديستانس بتاعتي هي اكبر مسافه في الدبل. طيب لو انا دلوقتي الديستانس اللي جبتها اقل من الماكسيمم، فانا هابديت المينيمم ديستانس بالمينيمم دي اللي هي الديستانس دي، وبعد كده هخلي كلوزست شيب equal الاس. عملت له كده خلاص، اديت له ريفرنس، هو اوريدي الشيب ده هو متاخد ريفرنس او معمول له انيشاليزيشن جوه الاري ليست دي. فانا خلاص حطيت ان الكلوزست شيب مبدئيا عندي دلوقتي اللي هو الشيب ده، وهكذا، ويفضل يلف في اللوبس لغايه ما يخلصهم، وفي الاخر هيبقى عندي في الكلوزست شيب ده اللي هو اقرب شكل للبوينت الباست دي، وفي النهايه هيرتيرن الكلوزست شيب.
حد مش فاهم الفانكشن دي بتعمل ايه او ازاي امبلمنتها. ينفع بس حت في اللوب تاني اللي هي الفور شيب اس شيبس. طيب اذا مش فاهم شكل اللوب اصلا الحته دي بس. طيب احنا قلنا شكل الاري اللوبينج بتاع الاري بيبقى كده انت اي تساوي 0 اي اقل من الاري دوت لينث. طبعا هيديني ايرور على فاريبل الاري ده لانه مش متعرف اي بلس بلس. طيب ده كده شكل اللوبينج على الاري العاديه. طيب احنا قلنا ان الاري ليست دي كولكشن من انترفيس الكولكشنز. طيب ليها شكل لوبينج بشكل مختلف. انا مش بعتمد على الاندكس اللي فيها، لا مش ما فيش حاجه معتمده على الاندكس، مش هقدر ان انا اعرف اندكس فيها او ان انا مش ممكن دوت سايز. ايه مش ممكن دوت سايز؟ ماشي دوت سايز، بس دلوقتي الاري اللي موجوده عندي او الليست اللي موجوده عندي انا اللي يهمني الاوبجكتس اللي فيها. يعني دلوقتي لو عملت كده بالمنظر ده كده اوكي ماشي هتمشي، بس انا دلوقتي هل معتمد على الاندكس؟ مش معتمد على الاندكس في حاجه، مش هيهمني في حاجه. يعني انا ممكن اعملها كده shapes of i equal مثلا null. شايف ده ايه؟ ما ينفعش. طيب دلوقتي لو هجيب كده shapes dot get ال i ماشي هتنفع، بس انا دلوقتي هل في النقطه دي او في الميثود دي انا مهتمه بالاندكس ولا انا مهتمه ان انا لوب عليهم كلهم؟ عليهم كلهم بالظبط. فانا دلوقتي هستعمل شكل الفور لوب الثانيه. الفور لوب الثانيه دي بتعمل ايه؟ اسمها فور ايتش. فور ايتش انها بتجيب لي كل شيب بغض النظر بقى عن الاندكس بتاعه. يبقى شيب اس ده كده الاوبجكت اللي هاخده من كل لفه في اللوب وبلوب على الشيبس ليست بالمنظر ده. تمام. انا هحتاج لو بتعامل مع اري هتعامل مع الاندكس، وده انا دايما مهتمه بيه لان الاندكس بتاعت الاري بتبقى مهمه بالنسبه لي ان انا بحدد اني اندكس اللي هاوبريت عليه في الليست بشكل عام. لو انا مش محتاجه الاندكس، وفي ده في الغالب ان انا هبقى مش محتاجاه، فبستعمل الفور ايتش، والفور ايتش اصلا درجه اكتر مع الكولكشنز. طيب فانا هنا بعد اللوبس بتاعت الفور لوب دي في الاخر خالص هيبقى عندي الكلوزست شيب ده شايل اقرب شكل للبوينت الباص دي. طيب بعد كده في الاخر بيقول لك ايه؟ فانكشن درو اول دي بتنده على الدرو بتاعت الشيبس. يبقى انا هعمل فور لوب على الشيبس for each وانده الدرو بتاعت كل function. طيب نيجي نشوف بقى شكل ال من method هيبقى شكلها عامل ازاي. هنا هو عمل ايه؟ عمل object من ال canvas class وعمل array فيها ال shapes كلها. عمل initialization لثلاثة line وثلاثة rectangles وثلاثة ellipses، وبعد كده لف على ال shapes array اللي هي بره دي وندى السي اللي هو الكانفاس اوبجكت دوت اد شيب. ودوت اد الشيب دي لما نبص على الامبلمنتيشن بتاعها بتعمل ايه؟ ان الشيبس اري او سوري الاري ليست اللي جوه الكانفاس كلاس دي بتاد على الليست اللي موجوده فيها او الاوبجكتس اللي موجوده فيها. طيب كان ممكن يعملها بشكل تاني مختلف. ولا كأنكم شايفين الأوبجكتس اللي تحت دي، يبقى سي دوت اد شيب واخد كل أوبجكت من دول واحطه فيه بالمنظر ده.
ليه؟ انا دلوقتي سي دوت اتش شيب دي هي اوريدي بت بوبيليت الاري اللي هي جوه او الاري ليست اللي جوه الكانفاس دي بالشيبس، فانا كان ممكن اباص الشيبس متفرطين، بس هو عملها هنا بطريقه اشك ان انا عندي اري في شيبس ولف على الاري دي وبينادي الات شيب بتاعت الكانفاس كلاس. حد عنده مشكله في دي؟ ومش مفروض يعملوا اري ليست مش اري عادي؟ عادي، انت بتنقل من اري لاري ليست، كانك بتاخد الاليمنت من الاري تحطها في الاري ليست. اه تمام تمام. طيب فده كده شكل تاني للانيشاليزيشن. طيب هنا عمل تيست الايه بقى؟ هنا عمل تيست ان هو عايز يتبع الريموف شيب دي بترجع بوليان، فهو هي عايز يتبع الريموفنج للشيب للنيو لاين ده. طيب هو هنا عمل ايه؟ عمل ريموفنج لللاين اللي هو بادئ بستارت بوينت 0.0 واند بوينت 5 و5، بس هو هنا عمل نيو لاين. طيب نيو لاين ده يعني ريفرنس جديد، مش احنا قلنا ريموفنج من الاري ليست بيعتمد ان الادرس بتاع الاوبجكت ده هو موجود جوه الاري ليست. طيب هنا لما اعمل نيو لاين يبقى ده مش كده ادرس جديد؟ اه تمام. فانا دلوقتي بالرغم ان 0.0.5.5 دول موجودين هنا اهم بنفس الفاليوز، بس هو بيعتمد على الادرس، فانا هنا كاني كريت اوبجكت جديد، فدي هترجع لي فولس. طيب هنا عايز ريموف الشيب شيبس اوف زيرو، شيبس اوف زيرو دي هو هنا بيعمل ريفرنس لمين؟ للاري اللي انا عملتها هنا. فشيبس اوف زيرو 0.0 و5.5 ده نفس الريفرنس هو جابه عمل له جيتنج من الاري وبعد كده بعته للريموف تحت، فهنا هيتريموف. ليه؟ هو نفس الادرس، خد نفس الادرس بتاع الاوبجكت اللي في الاري وبعته للريموف شيب. طيب بعد كده جيت الشيب بعت له بوينت 2.5 في الاكس و2.5 في الواي، فهنا هيرجع لي شيب ونده عليها الدرو، وبعد كده عمل الكانفاس اوبجكت دوت درو اول. نيجي نران كده ونشوف. فعلا زي ما شفنا ان اول ريموفينج هيبقى بفولس. ليه؟ لانه ادرس جديد، واحنا قلنا ان الاري ليست لما بعمل عليها ريموف لازم تتاكد ان نفس الاوبجكت ده هو ليه نفس الادرس لواحد من الاوبجكتس اللي جواه. طيب تاني اوبجكت هيحصل له ريموفينج فعلا، وبعد كده هيبدا ان هو يدرو الاوبجكتس بالمنظر ده. طيب هنا كانت اخر حاجه جيت الشيب دوت درو. جاب اقرب بوينت للاتنين ونص، والاتنين ونص دي كانت إليبس. إليبس بدا ان هو يرسمها، وبعد كده بدا يرسم ايه اللاين والريكتانجل، وبعد كده ثلاثة إليبسس، الثلاثة لاينز والثلاثة ريكتانجلز والثلاثة إليبس. حد عنده مشكلة في دي؟ يا باشمهندسين. لا تمام يا باشمهندس. او ممكن الكوز دي يعني حضرتك تبعتها لنا ولا صعب؟ لابس اللاب المره دي مش هبعت الانسرز، هي الهدف كله من انا ما ببعتش الاجابات كلها الناس تتدرب وتمبلمنت الحاجه بايديها. انا بصراحه يعني في التصحيح بتاع الميد ترم انا شايفه عجب الناس بايديها، لا مش متدربه على حتى السينتاكس، مش انا مش هحاسب على السينتاكس بالمسطره، بس مش شكل ناس اتعامل معاهم مجهود في اللاب، مفروض ان هم شغالين بايديهم. بس يعني طب انا عندي اصل انا في حاجه مثلا كنت مش فاهمها في الميد تيرم، اللي هو كان اخر الكلاس خالص اللي هو بتاع المين اللي هو في مساله الديزاين الثانيه،
تمام. انا مش فاهم يعني ايه مش نفس الاكزامبل بتاع اخر لاب بالظبط. انا مش فاهم يعني ايه بوس اليمنتس. انا فاهم ان انا ممكن اعمل لواحد واحد بس كنتش عارف اعمل ازاي للاثنين. يعني ايه بوس اليمنتس؟ انا دلوقتي هو كان بيقول لك ان انت عرف كلاس يبقى ايتم فور سيل ومعرف لك تو كلاسز بيكستندوا منه. طيب بعد كده بيقول لك ان انت برنت الديتيلز وبيقول لك اوفررايد الامبورتنت الاوفررايد الميثودز. طيب دلوقتي نفس الاكزامبل ده بالظبط باختلاف بس ايوه مش بتكلم على دي، بتكلم في المين نفسه بقى اللي هو الكلاس مين اللي هيبقى فيه المين ميثود. برضو دي معموله في اللاب اللي فات. انا عملت مين كلاس بيلوب على الميثودز بيلوب على الاوبجكتس اللي هي في الاري دي وبينده عليها الميثود اللي هي الاوفر ريدن. حتى انا وريتكم الفرق ما بين ما يعني تو بروبلمز. الاولانيه ما كانش ان هو بيوفر رايد الميثود فاضطر ان هو يتشيك على الانستنس هي انستنس من اول اوبجكت او انستنس من الثاني وبالتالي ينده الميثود الخاصه بيها. وبعد كده ثاني جزئيه رحنا عملنا الاوفر ريدن ميثودز وبالتالي ما اضطرناش ان احنا نتشيك على انها انستنس اوف ايه وبعد كده طبعا. فالاكزامبل كوبي بيست من اللاب. تمام يعني وانا ممكن ما فهمتش بس إيه؟ انا عارف انا بعرف انا كنت فاهم اللي هي فكره اللاب بس انا ممكن ما عرفتش افهم الامتحان والتوتر وكده خلاص. تمام شكرا. عفوا علي. هو الماده دي مشكلتها كلها وانا دي مش شايفاها مشكله انها محتاجه تدريب بس. واكبر ميزه طبعا فيها انها ما فيهاش حفظ وما فيهاش نظري كتير وكل الحاجات فهم وبتطبق بس. تمام طيب نبتدي نخش على البروبلم 4 وبروبلم 5 دي هتبقى زي assignment ليكو او ان انتوا تجربوا فيها بنفسكم ولو في حد عنده مشكله يقول لي. define an interface called movable with a single method void move. void move دي هو مديك السيجنتشر بتاعتها بتاخد دبل دي اكس ودبل دي واي. create a class that represents a new shape type called diamond with a start point 2d ولينث وويتس والاثنين دبل. بيقول لك ان your class should extends the shape class in problem 2. فانا دلوقتي الشيب كلاس ده كان عندي فيه ال start point. فانا دلوقتي هيبقى عندي الدايموند فيه اللينث والويتس وعندي كده الانترفيس اللي هو الموفابل فيه الفويد موف. طيب بعد كده your class should also implement the movable interface والcomparable interface. يبقى انا كده عندي كلاس الدايموند ده هي extend كلاس الشيب وهي implement كمان في نفس الوقت. احنا قلنا ان احنا ينفع ان extend sorry اللي ان implement كذا interface بس الانهيرتنس كلاس واحد بس ممكن ان انا implement و extend في نفس الوقت. فهنا هو هي extend كلاس الشيب وهي implement الموفable والcomparable interface. write a simple driver program that tests the functionality بتاعت الدايموند كلاس. طيب نيجي نشوف هنا شكل الدايموند كلاس عندي عامل ازاي. عرفت كلاس اسمه دايموند بيكستند من كلاس الشيب وبي امبلمنت الموفابل والكومبارابل. والكومبارابل طبعا هياخد التايب بتاع الكلاس اللي عمل اكستنشن للانترفيس الكومبارابل اللي هو دايموند. طيب عندي الستارت بوينت انا هاخدها من كلاس الشيب بما اني بانهيرت منه وعندي اللينس والويتس. طيب وعرفت هنا ايه بارامترايزد كونستراكتور في الستارت وفي اللينس والويتس. طيب وهنا الجيتنج عملوا فاينل بس عشان ما يحصلوش اوفر ريدن في اي كلاس مثلا هينهيرت من الدايموند. طيب عمل override لفانكشن ايه الدرو اللي هي متاخده من شيب وعمل لها الامبلمنتيشن بالاربعه ستيتمنتس اللي هي البرنت دي. طيب الموف بقى الموف احنا قلنا متاخده الانترفيس الموفابل فنيجي نشوف الانترفيس موفابل ده عامل ازاي. هنا عرفت انترفيس موفابل كتبت فيه الابستراكت ميثود دي void move وبتاخد دبل اكس ودبل واي. طيب نرجع تاني على كلاس الدايموند
هنا هعمل موف اوفررايد للفانكشن اللي هي الموف، وبعد كده الموف دي هو عايز يحركه اكس وواي، يبقى هيعمل ايه؟ انا عايز اجمع على البوينت الستارت بتاعت الدايموند دي الاكس والواي، يبقى هو هنا عمل ست الستارت بوينت، عدلها بقى كانه نقلها، وبيجيب الستارت بتاعت الدايموند وبيقاد عليها جيت ستارت دي اللي هي البوينت 2 دي. بوينت 2 دي فيها ميثود امبلمنتد اصلا، ببعت لها دي اكس ودي واي، او الاكس والواي اللي انا عايز ازودهم وهي هتضيفهم عليها. فانا هنا لو كان عندي الستارت 3 و5 وبعت لها 2 و2 فهتبقى 5 و7، وكده انا عملت سيتنج للستارت بوينت بالفاليوز الجديده. طيب الكومبير 2 بقى، الكومبير 2 هو عايز يقارن 2 دايموندز ببعض، 2 دايموندز ببعض من حيث ايه؟ من حيث الاكس والواي بوينت. فدلوقتي هو هيشوف الزيز دوت جيت ستارت دوت جيت الاكس، لو الكارنت اكبر بتاعت الاكس بتاعت الكارنت اكبر من الاكس بتاعت الباست هيرترن 1. طيب ولو الاكس بتاعت الكارنت اقل من الاكس بتاعت الباست اللي هو الاو ده هيرجع لي نيجاتيف 1. إلس دي ان هو لو دخل في اف كونديشن من الافز دي، لو الاف او الالس اف. طيب عمل الس بقى مش الس اف ليه؟ لانه عايز يتاكد كمان من الواي. طيب لو الواي بتاعت الكارنت اكبر من الواي بتاعت الباست هيرجع لي 1. طيب لو الواي بتاعت الكارنت اقل من الواي بتاعت الباست هيرجع لي نيجاتيف 1. يبقى انا في كل الاحوال انا ضامنه هيرجع لي 1 لو الاكس والواي بتوع الكارنت اكبر من الاكس والواي بتوع الباست، ويرجع لي نيجاتيف لو العكس، لو الاثنين اقل من الاكس والواي بتوع الباست. حد عنده مشكله في دي؟ هاي مش منسين. هو ممكن تعمل بس عشان النت هنج عندي، معلش اخر يعني كام ثانيه دول، معلش اخر دي معلش. طيب فانكشنال كومبير المفروض هتاخد دايموند اوبجكت، دايموند اوبجكت هتقارنه بيزد على الدايموند اوبجكت اللي نده الكومبير تو. انا عندي زيس اللي هو الاوبجكت اللي انا موجوده فيه دلوقتي مع الدايموند اوبجكت الباست. طيب هيقارن لو الزيس دوت جيت الستارت، انا لازم اتاكد ان ده اكبر من ده في حاله ايه؟ لو الاكس والواي مع بعض اكبر من الاكس والواي بتوع الباست. طيب ولو الاكس والواي بتوع اللي انا فيه دلوقتي اقل من الواي اكس والواي بتوع الباست يبقى نيجاتيف هيرجعها لي. طيب لو الاكس والواي قد بعض يبقى دول ايكوال ودول زيرو. طيب فهنا عمل ايه؟ زيز دوت جيت ستارت دوت جيت الاكس اكبر من الاو دوت جيت ستارت دوت جيت الاكس هيرجع لي 1. طيب الس اف بقى، هو مش هيعمل الس، لا الس دي هيدخلها فيها الواي، لا هو الس اف يبقى هو هنا هيخش يا في الكونديشن ده يا في الكونديشن ده. طيب لو الاكس بتاعت الكارنت اللي انا فيه الزيس اقل من الاكس بتاعت الباست هيرجع لي نيجاتيف 1. طب انا كده خلاص تمام دخلت في كونديشن الاكس. الس بقى، الس هيشوف الواي بتاعت الكارنت لو اكبر من الباست هيرجع لي 1، لو الس هيرجع لي نيجاتيف 1، الس خالص في الاخر زيرو. يبقى انا هنا هخرج من الميثود دي انا ضامنه ان الاكس والواي بتوع الكارنت لو اكبر من الباست هيرجع لي 1، ولو اقل هيرجع لي نيجاتيف 1، ولو ايكوال زيرو. واضحه؟ واضحه. تمام. طيب انا كده خلصت كلاس الدايموند، نيجي نشوف بقى الامبلمنتيشن بتاعه، او سوري التستنج او الدرايفر بروجرام بتاعه. هو هنا عمل ايه؟ باشمهندس اتفضل. معلش بس هو مش هنا لو الاكس اكبر لكن الواي اقل برضه هيطلع 1، عشان هتكون هيدخل في اول كونديشن بس. لو الاكس اكبر في الحاله دي هيطلع 1 حتى لو الواي اقل. ما بيقول لك لو هو بوس، لو بوس هاف سيم اكس هيكمبير الواي. فانا دلوقتي هطلع من هنا لو هما الاثنين ايكوال
يعني لو لا اكبر ولا اصغر هيضطر يقارن على الواي. تمام، يعني هو مش لازم يبقى الاكس والواي هما الاثنين اكبر يعني. تمام، مش لازم. لا انت دلوقتي لو خرجت من التو كونديشنز دي الاثنين بيساووا بعض هتخش على الواي. حتى هنا كاتبه نوت، لو البوث هاف سيم اكس كومبير الواي. تمام تمام. طيب هنا ده التستنج، عملت ايه؟ عملت اوبجكت اسمه دي 1 من تايب دايموند، واديت له الستارت الزيرو. الزيرو دي كونستانت بوينت موجوده في البوينت 2 دي كلاس، ومديها لها اللينس ب 10 والويتس ب 5. طيب بعد كده هنده ال دي 1 دوت درو، فهتنده لي الدرو اللي هي في دايموند كلاس، وبعد كده هو طبع فاصل عشان يوريك بقى الموف. طيب ال دي دوت موف هيحركها 1 1، يبقى انا كده متوقعه ايه؟ متوقعه ان الدايموند دي تتنقل الستارت بتاعتها عند 1 1، وبعد كده هيعمل لها درو. طيب نيجي نرن. هو هنا عشان طبعا الكل اللي تحت. طيب خلينا نلغي اللي تحت ده خالص. هنا عمل ايه؟ اول حاجة عمل draw للدايموند، فهي كانت x بزيرو وواي بزيرو، واللينس بتاعها كان 10 والويتس بتاعها كان 5. بعد ما عمل لها moving الستارت بوينت بتاعت الدايموند كانت بقت x ب1 والواي ب1، واللينس بتاعها والويتس طبعا ثابتين. حد عنده مشكلة في دي؟ طيب شو لا تمام. طيب اخر مسألة انا هقول لكم الفكرة بتاعتها ودي هتجربوا فيها لوحدكم. دلوقتي بيقولك ايه؟ create an array of movables. يبقى انا عندي array من الطيب الانترفيس نفس بالضبط ال parent class وال sub class and fill it with n diamond objects. ال n دي تختارها، يا اما تاخدها مثلا عن طريق scanner زي ما شفنا في اول lab with arbitrary values for the fields. iterate through an array of movables نفس طريقة الإتريشن بتاعت إيه؟ الليستة. And move each object in the array. يبقى هلوب عليها وحرك الأوبجكت أنده الموف على كل أوبجكت، وبعد كده أنده الأريز دوت سورت. أريز دوت سورت دي أنا هدلها الأري بتاعت الموفابلز، وكده كده الانترفيس الكلاس اللي هو الدايموند بيمبلمنت الانترفيس بتاع الكمبارابل. And finally iterate over your array and invoke the draw. بعد ما اعمل لها sorting هعمل looping و invoke the draw. يبقى هو هنا المسألة الخامسة دي هي مجمعة كل اللي عملناه في الأربع مسائل. أنا هوريكم بس شكل السيجنيتشر بتاعت الانترفيس اللي هو إن أنا إزاي create array من الموفable. ممكن اعمل list او array. انا هعمل شكل list عشان لازم يعمل تعمل لها importing. ده شكل ال array list. طيب array list انا هحط فيها n diamonds objects، يعني انا هكريت كذا object من ده واحطهم فيها، وبعد كده اعمل for loop عليها وايه وحركهم، وكمان بعد ما حركهم اسورت وبعد كده ارسم. حد عنده مشكلة في دي؟ تمام. طيب هو انا كده خلصت اللاب ده. لو حد عنده اي اسئلة يقول لي. هو ممكن بقى يا باشمهندسة اللاب الجاي يعني ايه نبقى ذاكرنا فنعرف نسأل، ان احنا لسه واخدين الحاجة دلوقتي.
تمام فعم نجرب وكده، فأكيد نسأل المرة الجاية. تمام اوكي. طيب، بالنسبة